السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو ديال اليوم كيما شفتوا العنوان وكيما شفتوا حتى في المينياتور، اليوم غادي يكون فلوغ. غادي نمشي للسويقه وغادي نديكم معايا، نخرجكم معايا، ما عرفتش ثاني واش غنصور لكم ولا لا. مهم غادي نشوفوا الجديد شنو اللي جابوا، بزاف ديال الحوايج. الا تقدي شي حاجه راه غادي نشاركها معاكم. شحال هادي ما درت لكم صراحه هاد الفيديو هذا ديال المشتريات وديال المشتريات ديالي من السويقه وهذا، حيت ما كنمشيش شحال هادي صراحه ما مشيتش. داكشي علاش اليوم قلت علاش لا غنمشي نصور لكم، ولا خديت شي حاجه نوريها لكم وهذا. مهم سمحوا لي حيت غبرت ديال بصح على اليوتيوب وهذا، راه كنت مريضه. غبرت على الانستغرام، عاد دابا رجعت الانستغرام يلاه شي يومين هادي عاد رجعت كنبان ليهم حيت كنت مريضه شويه. كان فيها الرواح وبزاف ديال الحوايج، ما كنتش مستعده نصور، والمورال طايح، بزاف ديال الحوايج طيحتني سخانه شي ايامات. صافي المهم مرضت شكوى لله. مرضت صافي، ما لقيتش كيفاش انه نصور لكم. صافي المورال ديالي ماشي هو هذاك، ما كنبغيش انا نجي غير نصور لكم هكاك ونعطيكم طاقه سلبيه. بالعكس انا ملي كنبغي نصور كنبغي نعطيكم طاقه ايجابيه. ما كنبغيش نجي غير نصور غير هكاك وصافي. هذا ما كان. دابا فاش وليت شويه وليت الحمد لله كوميم شويه، مشى ليا الشم ومشى ليا الذوق، ما كان ذوق ما كان شم، ولكن دابا بدا كيرجع ليا شويه، يعني وليت انا ولي شويه كوميم. وصافي هذا ما كان. دابا غادي نخرجكم معايا كلشي، شوفوا اشنو اللي جابوا الجديد وكلشي، نشوفوا المهم نشوفوا شنو اللي جديد اللي جابوا. المهم لبست الجلابه هذه، راه بزاف منكم سولوني في الانستغرام، راه غادي نصورها لكم في الانستغرام وغادي نهضر لكم عليها. هذه خيطتها شحال هذه تقريبا قبل ما نتزوج، وخيطها خيطه سامبل عاديه. المهم بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا هاد الجلابه هادي وهذا، راه غادي نحطها لكم ان شاء الله في الانستغرام، وغادي ندوي لكم عليها وعلى التوب وعلى كل شيء غادي ندوي. دخلوا عندي الانستغرام، راه غادي نحط لكم المعلومات ديال هاد الجلابه هادي في لي ستوري في الانستغرام. وصافي هذا ما كان. المهم غادي نحاول دابا نهزكم معايا، سمحوا لي غادي نهزكم معايا باش نوريكم الماكياج اللي درت. الماكياج اللي درت لي هو هذا، حجباني ما درت لهم حتى شي حاجه، مشطهم سامبل، وجهي ما درت ليه حتى شي حاجه من غير الفراجو باودر. صافي درت شويه ديال الايلاينر، تشهيت وجاتني لقانا عليه وانا نديرو. صافي ودرت الماسكارا. صافي وفمي درت لي هذا اللون هذا، ها نتوما صافي. صبغت الضفاري خلاص بهذا اللون هذا. المهم دابا غادي نعيط على ماما حيت غادي نمشيو انا وماما، غادي نشوفها واش وجدت راسها ولا هذا، وغادي نمشيو بجوج. وصافي هذا ما كان. المهم بقاو معايا، ما تفلتوا حتى شي لقطه. البنات انا دابا جيت عند ماما، كاين عند ماما. كنت نستناها باش نلبس باش نخرجوا وهذا نشوف السويقه. وصافي هذا ما كان. المهم غير دابا فاش وصلت قلت نقول لكم راه جيت عند ماما، غير تنتوما باش تفهموا. وصافي هذا ما كان. غادي نشوف على حساب السويقه، غادي نشوف الناس، المهم غادي نشوف. الا ثاني ما صورتش لكم عرفوا ما صورتش، هي ثاني عامره. وصافي هذا ما كان. غادي نحاول حتى نمشي عند داك مول 5 دراهم اللي كاين في السويقه، وان شاء الله غير غادي نوصل بالليل، راه غادي نوري لكم داكشي كاع اللي خديت. ما وريتش لكم داكشي اللي خديت عرفوا، راه الفيديو جا طويل، غنخلي لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم باش ما كان انا غادي نقول لكم شنو اللي كاين. وصافي هذا ما كان. المهم غادي نتسنى ماما تلبس حوايجها وغادي نمشيو. وصافي ها نتوما معايا.
بول بنات انا وماما هنا جينا لواحد المغازان كاينه وسط السويقه. راه بالنسبه للناس ديال الازيله اللي غادي يكونوا عارفين هذا المغازان هادي فين جات، راه كاينه وسط السويقه، راه يلاه تحلات غير مؤخرا. مهم هنايا جينا للشيلان مؤخرا، الشيله اللي كنت خديت ديال الكريب من عند هاد السيد هذا كنت خديتهم مؤخرا. وصافي هذا ما كان عنده جميع انواع الشيلان اللي بغيتو واللي تكونوا كتقلبوا عليه بالنسبه للجلال بكم ولا شي حاجه. عنده الشيلان خطيرين بزاف بزاف واعرين بزاف بزاف. انا ما كيعجبونيش دوك الزيوف المربعين، داكشي علاش ما كناخذهمش، كناخذ غير الشيلان. ولكن راه حتى هما فيهم ديكورات واعرين وفيهم الوان زوينين واعرين صراحة. وصافي المهم هنايا كنوريكم واحد الشال خداتو ماما. هاد الشال هذا خداتو ب 35 درهم وصافي. هذا ما كان شوفوا الديكور ديالو شحال خطير واعر. وكنشوف تاني مع هاد الشال هذا وصافي. وصافي البنات هنا جينا طلعنا للمغازه الفوق البلاصه ديال الحوايج. شوفوا لي هاد لونسومبل شحال خطير بزاف بزاف. فيسا والسروال ديالها دايره 350 درهم واعره صراحه. باقي ان شاء الله غادي ندوز عند هاد السيده هادي وغادي ناخذ 100% ما غاديش ناخذ الكحل، ولكن مازال ما غادي نشوف. غادي ناخذ الباج حيت حمقني الباج. شوفوا لي هاد القوامج هادو خطيرين حتى هما، غير هما التوب ديالهم شويه كيتكمش، الكاليتي ديالهم شويه ما عجبتنيش. شوفوا لي تاني هاد القوامج هادو، شوفوا هاد الغوزيه هادي شحال واعره. كاينين تريكوات نسكوم، كاينين بزاف ديال الحوايج، السراول واسعين، كاينه هاد الفيسه هادي اللي كتجي على هاد الشكل بالنسبه للبنات اللي ماشي متحاجبات. كاين هاد القميجه هادي اللي كتجي واعره بزاف بزاف، مع صايات مع سراول مع كل شيء. شوفوا تاني هاد القميجه، شوفوا لي هاد القميجه هادي اللي فيها البيض والجين. البنات حنا دابا جينا لواحد الريستورو هنايا، عرفت واش غتكون كتسمعني ولكن ما عرفت. مهم جينا انا وماما لواحد الريستورو هنايا، جينا ناكلو تاكوس، عرفتو قاتلني الجوع، قاتلني الجوع بمعنى الكلمه. وجينا ناكلو انا وياها هنايا. صافي هذا مكان دابا غادي نوض نوضيا وصافي. المهم نجي الماكله غادي نصور لكم. انا دابا رجعت من السويقه وكلشي، ما صورتش لكم شي حوايج تمايا وهذا حيت كانت شويه عامره داكشي علاش. ولكن صورت لكم غير شي حوايج خفافين. وصافي هذا مكان السويقه لقيتها خاويه، ماشي خاويه خاويه ولكن عامره بالناس وكاينين الحوايج وكلشي، ولكن ماشي كيما كتكون السويقه ديما. هاد الخطره هادي السويقه ناقصه. صافي خديت غير شي حوايج وهذا، ما خديتش بزاف ديال الحوايج ولكن المهم خديت شي وحدين، خديت شي حاجه. المهم غادي نبدا لكم حيت كاينين شي حوايج اللي خداتهم ماما، ما جمعتش داكشي. داكشي ديالي للدار وهي ديالها هي، خليتهم ليها تما في الدار. صافي نسيت ما صورتهمش اصلا، ما كانش كيفاش كون كنت غادي نبقى عندها كره صورت كلشي، ولكن معليش ماشي مشكل. المهم اول حاجه غادي نبداو بها اللي هي هاد البونيات هادو اللي كنت خديت من عند داك السيد اللي كنت وريتكم. داك مورشيلان كاين في الطريق ديال السويقه، راه واحد هذا يلا حلات غير دابا مؤخرا، ما عرفتش اش غيكونوا كيقولوا ليها. ولكن واحد البلاصه ديال الحوايج بحال شكل ديال ماغازان ديال الحوايج، راه المهم من الناس ديال الازيله اللي غيكونوا عارفين في دوك الحوانت اللي كيكونوا بحال هكم، كيكونوا الحوانت كيكونوا الحوانت ديال شو سميتو.
ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن كيكونوا الحوانت ديال الصبابات الحوايج كيتباع كاع داكشي، وكاين حتى واحد المكازان فيها كل شيء. الشيله نظره كبيره راه بالنسبه للناس ديال الازياء غيكونوا عارفين ديك البلاصه. واحد مورشيلان كيكون في الدخله هو اللي خديت من عنده هاد لي بوني هادو، خديتهم شويه مختلفين على دوك البونيات اللي كندير دوك العاديين. مهم اول بوني اللي عندنا اللي هو هاد الكري هذا، كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي بحال شكل ديال اكس. ها نتوما غادي نحاول نوريكم، كتجي هي كامله، ها نتوما شفتوا كتجي من هنايا بحال شكل ديال اكس، وكتجي مزيره زعما كتجمع لي كلشي الشعر، وزوينه بزاف بزاف باش عجبتني، مشدوده حتى من اللور. ماشي 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 عاديه، مهم ماشي دوك العاديين اللي كيداروا عادي. وصافي هذا مكان. مهم ها نتوما شوفوا واعرين بزاف بزاف، هادو خديتهم ب10 دراهم. وخديت هاد الباج هادي في نفس الشكل، ها نتوما خديت هاد الباج هادي حتى هي 10 دراهم. وخديت هادي في هاد اللون هذا اللي جايه سامبل، ها نتوما شوفوا جايه سامبل في هاد البلو مارين هذا. هي راه ما فيهاش خط بحال هكا، غير هي مع مطويه بحال هكا صافي كيبان بحال فيها خط. ها نتوما في هاد اللعيبات هادو باش كيتشدوا، هادي 5 دراهم. وكاينه هادي هاد البيضه هادي اللي كبيره اللي زوينه، ها نتوما سامبل حتى هي دايره 5 دراهم وكبيره، ها نتوما شو ها هي. وخديت هاد الكحله هادي، هاد الخطره هادي خديت بزاف ديال لي بوني حيت ما بقاوش عندي بزاف مع كنستعملهم، وهذا كنصبنهم وكلشي، ولكن ما عرفتش ما بقاوش عاجبيني. صافي قلت نشري كاع داكشي اللي اساسي. المهم البنات كنت نصور تاع جيت نشوف لقيت راسي ما كنصور والو، تقطعت لي الكاميرا ما عرفتش علاش. قلت لكم خديت غير دوك الالوان اللي هما نقدر نديرهم، اللي نقدر ندير معاهم دوك لي بوني بحال الكحل الباج الكري البلو مارين، المهم دوك الالوان الزوينين الابيض. وصافي هذا مكان. المهم خديت هادو، دابا غادي نجيو لواحد الحاجه اللي زوينه بزاف بزاف اللي هما هاد التيشيرت هذا. لقيت واحد الراجل كيبيعهم كيدير لهم 20 درهم وعجبوني بزاف بزاف ديال الرجال. ها نتوما خديت اول تيشيرت هذا في هاد الباج هذا، ها نتوما كيجي طويل، ها نتوما واعر بزاف بزاف وباقي التيكيتا ديالو وزوينين، والتوب ديالو بارد وداك التوب اللي رقيق اللي فهمتو اللي كيخلي الهواء انه يدخل ديال هاد القطعه ديال الصيف، زوين بزاف بزاف في هاد اللون هذا ديال الباج هذا. خديته ب 20 درهم. وغادي نجيو للتريكو الثاني اللي هو هذا، خديته ليه في الابيض، ها هو شوفوا فيه الابيض والكحل، ها نتوما حتى هو جاي واعر بزاف بزاف. ها نتوما فيه هنايا افتتاح، لا ما فيهش افتتاحه. و خديته ليه في هذا اللون هذا حتى هو 20 درهم، واعرين بزاف بزاف. انا عجبوني زوينين بزاف بزاف، والثمن ديالهم حتى هو زوين. دابا غادي نجيو داكشي اللي خدينا من عند مالين 5 دراهم، غادي نوريكم داكشي اللي خدينا. اول حاجه غادي نوريها لكم اللي هي هاد لي لانجيت هادو، ها نتوما هذا خديته ب 5 دراهم. وخديت ثاني بيوتي بلندر، ها هما ها هما، نحاول نقربهم لكم تشوفوهم. هذه في الباج وهذه في القهوي، حيت البيوتي بلندر ديالي كنحطهم كتجي لونه كبدا تلعب بهم، كيحمقوا لي البيوتي بلندر ديالي كبدا تلعب بهم صافي، حتى نتفاتهم ليا وما بقاوش عندي. صافي خديت هاد الجوج هادو، غادي نخبيهم عليها بيان سور باش ما تاخذوهمش ليا، حيت هي كتحمق على شي حاجه سميتها بيوتي بلندر. كيجيو بحال شكل ديال بونجوس كبدا تلعب بهم كاع كتنتفهم ليا. وصافي غادي نجيو ثاني لثاني حاجه اللي هما هاد الفران هادو اللي كيجيو ترونسبارون، ها نتوما كيجيو زوينين وفيهم هاد اللعيبه هادي. نتوما تقدروا تخليو لي هاد اللعيبه هادي زعما بحال شكل ديال صبغه بيضاء، ولكن انا بالنسبه لي غادي نصبغهم كاملين، ما غاديش نخليهم هكا. قليل فين كنلصقهم اصلا، غير في المناسبات ما كنديرهمش بزاف. وكاينين هاد الفرين هادو اللي كيجيو حتى هما ترونسبارون على هاد الشكل هذا، ها هما واعرين بزاف بزاف حتى هادو.
كيجيو رقاقين وتيجيو قد الضفر، ما كيجيوش غلاضين نقصي برضي قطعي، ما كت بحال هاد الشكل هذا ما كتحتاج انه تبرديهم وديريهم بزاف، غير تبرديهم شويه وصافي كيتقادو. صافي من بعد خديت هاد جوج معالق هادو او هاد جوج باقيات ديال المعالق الكبار، اصلا خاصني المعالق الكبار ها هما خديتهم. المهم هادو خديتهم كل واحد بخمسة دراهم، معروفين بيوتي بلاندر خمسة دراهم. ها هما خاصني هاد المعالق الكبار فيهم ستي قدر ولا ما عرفت شحال، ها نتوما خديت جوج باكيات هادو بخمسة دراهم خمسة دراهم خمسة دراهم. وغادي نجيو تقريبا لاخر حاجة ديال خمسة دراهم اللي هما هاد بيموات هادو، كاين هاد بيمو هذا ديال الشكلاط ها هو تا هو خديتو بخمسة دراهم، هادو خطيرين كيجيو بنانين. وكاين تاني هاد بيمو هذا ديال الفاني ها هو ديال الشكلاط البيت، تا هو واعر بزاف بزاف، غير الا مشيتو عند مالين خمسة دراهم دوقوا راه غيحمقكم، انا كيعجبني. خديت هذا ضروري ما نمشي عند مول خمسة دراهم وناخذ سقطه زعما ما كنتفاكش. اخر حاجه خديتها من عند مول الزريعه اللي هي هاد اللعيبه هادي البطاطا كبيره، هادي كتحمقني، هادي خديتها ب 20 درهم. وصافي هادشي اللي خديت تقريبا، حاولت انني نزرب عليكم ونشارك معكم هادشي اللي خديت حيت غادي يجي الفيديو طويل وانا عارفه بلي راه يقدر جات جا طويل، غادي نشوف المونتاج ديال جا طويل، غادي نحاول نديرو لكم شويه حيت انا ما كنبغيش الفيديوهات يكونوا طوال. وصافي هذا ما كان. المهم هادو هما المشتريات، كنتمنى انه الفيديو كنا الاعجاب ديالكم وكان خفيف ظريف على قلوبكم، والمشتريات نالوا الاعجاب ديالكم. وصافي هذا ما كان، كنضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله، نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا عفريسكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله، كنبغيكم بزاف، سلامه، باي باي.